صفحة 206 المساحات أو مساحة المثلث. سؤال أول، مساحة المثلث هذا مثلث قائم، فمساحته 6 ضرب 7 على 2 يعني 7 ب 3. السؤال الخامس، المثلث ABC اللي هو المطلوب مساحته، ولكن منجيب الارتفاع AD 13 5 فبيكون هذا 12. هلا 12 15 بيطلع DB. فيثاغورس 9. هلا صار هذا 14، فصار 14 ب 12 على 2 يعني 12 ب 7. 12 ب 7 84. السؤال الثاني، 13 5 فبيكون هذا لانه قائم 12، ف 12 ب 5 على 2 5 ب 6. السؤال السادس، ABC مطلوب مساحته بس المنطقة المظللة، هي مثلث منفرج الزاوية. قلنا مثلث المنفرج الزاوية بينزل ارتفاع برا، فهي القاعدة وهذا الارتفاع، فإذا 5 ب 2 على 2. السؤال الثالث، فيثاغورس بيحسب لنا AC، فواحد وأربعين ناقص خمسة وعشرين ستاعش، فإذا هاد أربعة، بالتالي صار مساحته أربعة بخمسة على اثنين يعني عشرة. السؤال السابع، أيضا هذا مثلث منفرج الزاوية، المنطقة المظللة بس مطلوبة ADC، فأربعة ضرب هذا الارتفاع، بس هذا الارتفاع شلون نحسبه؟ 15 9 12 3 4 5، فإذا صار 4 ب 12 على 2 12 ب 2 24. السؤال الرابع، هذا جاهز، 5 ب 8 على 2 طبعا. السؤال الثامن، السؤال الثامن بدنا اكس المرة، ما بدنا مساحة. عندي بي اي اللي هو ارتفاع، هاد ارتفاع بي، وعندنا اي دي هو ارتفاع الا، وعندنا القاعدة ا، بالتالي أنا إذا حسبت المساحة من A هاي ضرب ارتفاع A بيساوي، هي مساحة، مساحة على 2 بس مساحة B، القاعدة هاي X بارتفاع B، يعني صار X بيساوي 10 ب 6 على 5 60 او 6 ب 2 12. مساحة المثلث نفسه، نفس المثلث عم يحسبه بطريقتين. صفحة 207 السؤال التاسع، بدنا مساحة مثلث ABC هو قائم بس عندي وتره، بس عندي أجزاء الوتر، شو بتفيدني؟ حسب أيوة القانون 3 صفحة 79 اللي فيه العلاقات العددية في المثلث القائم. أخوات فيثاغورس، لا مو نصين، بس في عندي علاقة لك H مربع بيساوي 4 ب 9، فبالتالي H بيساوي 6. هلأ صار 6 ب 13 على 2 يعني 13 ب 3
تمام. سؤال 13، مثلث ABC منفرج الزاوية إذا بدي ارتفاعه انهي هاي هاي 45، فبالتالي اذا صار هاد متساوي الساقين، يعني هاي 8 جذر 2، فهي بدها تساوي 8 وهاي كلها 8. ايه بس لسه يعني انا بدي، اذا بدي احسب مساحته هي القاعدة هاي من سي اي سي ام، ايوه، فهاي 6، بالتالي شو ضل بي سي؟ ضل 2، فصار 2 في 8 على 2. سؤال 10، يا اما بدي اي سي او بدي، لا، او بدي بقى اي دي مع دي بي. طيب هلا اي سي مباشرة ما في مجال، صعب، بس عندك بي دي، شلون بنحسبه؟ كمان حسب العلاقات العددية في المثلث القائم، اخوات فيثاغورس، نظرية المرتسم. مربع طول ضلع القائمة بيساوي بي دي مرتسمة ضرب الوتر كله، يعني إذا كان هاد مثلا طوله إكس، فشو بصير؟ إكس بي إكس زائد 5، هذا كله إكس زائد 5. فا x مربع زائد 5x، شو في عنا حلول؟ ستة وتلاتين، أيوة. مين موجب؟ 9، بالتالي x بيساوي 4، هاي 4. هلا عرفنا انه هاي 4، فهلا بحسب اتش، اتش مربع بيساوي 4 ضرب 5، يعني اتش بيساوي 2 جذر 5، فصارت المساحة اذا 2 جذر 5 ضرب 9 على 2، فتسعة جذر 5. سؤال 14، بدي مساحة ADC مثلث منفرج الزاوية ارتفاعه برا، تعالوا نحسبه. وهذا منصف، شلون بستفيد من انه منصف؟ هاد H وهاد مثلا إكس. المنصف الداخلي، حسب المنصف الداخلي AD، منصف داخلي في أي مثلث ABC، ف AB على AC بيساوي BD على BD، ف A شو قلنا؟ AB على AC يساوي BD على DC. بنعوض AB H و AC 4 جذر 2 و 2 جذر 2
واي اكس. هلا نحن عادة لازم يكون التناسب معي منه 3 إلى حتى أحسب الرابع، بس 2 مجهولين. هلا نضرب طرفين بالوسطين، أول شيء طرفين اتش بي اكس جذاء الوسطين 2 ب 4 8 جذر 2 16، تمام. هلا بس هاي اتش ضرب اكس شو هي؟ مو مساحة هذه هي القاعدة ضرب الارتفاع 2؟ تمام. فهلا باخذها مباشرة، فهي 16 على 2 وتساوي 8. يعني حسبت المساحة بدون ما أعرف H، بدون ما أعرف X. عرفنا جداءهم بواسطة التناسب اللي تبع المنصف. سؤال 11، بدنا مساحة ADC وما عندي شيء، عندي قاعدته إذا رسمنا ارتفاع شمل، أيوة، فهاد راح يساوي 8 لأنه 45 45، بالتالي 3 في 8 على 2. سؤال 15، بدنا إكس. هاي 3 شد بيدي ما بيهمني بيدي. مساحة ABADC المثلث ADC احصل له. هذا المثلث شلون نحسب مساحته؟ في عندي طريقتين، هو ده القاعدة بالارتفاع، بس في عندي اما بالارتفاع 6 والقاعدة 3، او اكس قاعدة والارتفاع 2. فمساحة مثلث ADC هي إما 6 ب3 على 2 وكمان 2 بإكس على 2، يعني إكس بيساوي شيل 2 2 3 ب6 أيوة 9. سؤال 12، بدي مساحة ABD، نزل ارتفاع، صار هذا المثلث 30 60 90 وتره 10، فشو الارتفاع هاد؟ 5، فصار 5 ب4 على 2. سؤال 16، بدنا مساحة ABC كامل. أيوة مثلث 15 75، شو بيقول لك القاعدة؟ ثلاثة ضرب أربعة، الارتفاع ضرب أربعة، فصارت إذن المساحة 3 ب12 على 2. هذا مثلث 15 75 ارتفاعه بيساوي ربع الوتر.